السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Once again, brother Adil, just to confirm, from Surah At-Tawbah to Al-Kahf, is this correct? Yes, inshallah. Okay, inshallah. Question number one. اقرأ من قوله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله. You may continue. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس ألف عجبا. لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما حسبك. Question number two. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد حسبك. اقرأ من قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني
أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أتركك، أسبك، بارك الله فيكم. Thank you for your participation all the way from Egypt. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. May Allah bless you and reward you. ما شاء الله.